فكرة المهرجان الأول اللي سويناه في ألوان بغرزية كانت من المعاناة اللي دا أشوفها الحرفيين اللي يعني مكان وتواجدهم طبعاً سوقهم، يعني كانت تراودني فكرة أنه وشون أقدم خدمة الحرف هاي اللي موجودة، وخاصة كثير من أدهم يعني اندثرت يعني تراثية، يعني مع الأسف حرف تراثية مثل الجومن، آلة الحياكة، مثل آلة النسيج، مثل هواي شغلات عندنا حرامات اندثرن يعني. فبديت أتحرك في سبيل ألم أكبر عدد من الأعمال اليدوية، الكروشيه، الفن التطريز، الخياطة، الأزياء، يعني الأعمال اليدوية الأخرى. فارتئيت، عرفت الفكرة، جربناها في مدينة بوهرز، سميناها ألوان بوهرزية، والحمد لله والشكر في ألوان بوهرزية يوم واحد كان يعني يوم رائع، يعني بحيث الناس تفاعلت ويا المهرجان تفاعل مو طبيعي، يعني بتبتدينا من الصبح إلى المغرب المكان يعج بالجمهور. هذا شجعني أن أنقل الفكرة مالتي إلى مدينة أوسع ومدينة أكبر، ألا وهي مدينة بعقوبة، وألم بها بدل ما أذيك بس مدينة بوهرز كانت يعني مشاركين، ألم بها باقي الأعمال من باقي المحافظة. ففاتحت وبديت أتحرك والحمد لله والشكر، يعني قدرنا أن نرجع آلة الحياكة بصورة يعني صعبة جدا، يعني أغلب الأجزاء مالتها صنعناها بالجديد، لأنه الأجزاء جينا لقيناها متحالكة تالفة، الخشب مالتها تالف، فرجعنا النوبة اشتغلناها. الأجزاء الأخرى وقعنا في مشكلة الأكبر، وهي المواد الأولية مالتها النسيج، يعني الخيوط مالتها ما موجود، يعني رحنا دورنا في بغداد ما لقينا، دورنا في باقي شو اسمه، المهم حصلنا على كمية قدرنا نشغلها بالجديد إن شاء الله، تسهيل الله. هذا المعرض اللي هو تقريبا شارك بأكثر من 60 عمل، يعني 60 مشارك، إن شاء الله راح بعد هذا المكان راح نتوجه إلى مكان آخر في سبيل خلق سوق هاي المنتجات، ونلقى مكان إن شاء الله، نطمح أن نلقى مكان ثابت حتى نسوق لهم هالأعمال هذه ونسوي لهم فد ترويج، بحيث يكون يشمل جميع محافظات العراق مو بس ديالة. احنا نطمح ان يكون يعني في بغداد سوق كبير، وفي كل المحافظات اكو اسواق تحافظ على تراثنا الشعبي، تراثنا هذا اللي حرامات بدا يتفتت من 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 ايدنا، لانه المقابل اكو شغله قدام بدها تجي، الا وهي المستورد، والمستورد طبعا يكون رديء بكل الاحوال. يعني احنا هسه من صناعه النسيج اذا رجعناها باله الجومه او اله شو اسمه السجاد، أنا متأكد راح العالم تقبل عليه إقبال يعني شديد، لأنه بصراحة هاي عمرها طويل، يعني أكو أسعدنا ندات أو حياكة عمرها يبلغ 50 سنة، بينما أقوى سجادة موجودة ما تطول لها 4-5 سنوات تتهالك. أكثر معاناة دنعانيها ألا وهي طبعا أول شيء المكان، يعني إحنا هذا المفروض المكان يكون دائم، مو إحنا شايلين سوالاتنا و24 ساعة أغراضنا ونفتر، إحنا المفروض عندنا مكان ثابت نقدر من العالم بحيث يلتقون، هل أيادي العاملة هاي تلتقي تتبادل الخبرات، الجانب المادي اللي هو العامل المؤخر الرئيسي، لأنه هاي الأعمال لازم تتوفر لها أموال في سبيل دعم ونمدها في إلى أن تنهض وتقوم على رجليها، والحمد لله وشكرا. We'll be right back.
هذا المهرجان ديالة ضمن أعمال اليدوية الهاند ميد، عادة تدوير من الحبال وكذلك الورق والكرتون. وهذه المشاركة الثانية، ولكن هناك بعض الصعوبات التي نلاحظها في هذه المشاركات، عدم دعم لهذه المواهب في محافظة ديالة، فنرجو من السادة المسؤولين دعم هذه المواهب في المحافظة، وكذلك هذه المواهب هي أحد رزق العوائل التي تكون رزق ثاني بسبب البطالة في المجتمع. وهناك مشاركة ثانية ضمن دائرة صحة ديالة، شعبة تعزيز الصحة، وحدة النوع اجتماع حقوق الإنسان، عن مختلف المواضيع الصحية وخاصة عن الوقاية من مرض كورونا، وبالإضافة إلى ذلك مناهضة العنف بكافة أشكال العنف الأسري وكذلك العنف ضد المرأة. وهذه المشاركات أكثر من مرة دائرة صحة ديالة تكون في جميع المكانات لتوصيل رسالة صحية عن مختلف المواضيع الصحية. المعاناة هنا كثيرة، معاناة مادية، معاناة معنوية، لا توجد هناك من يدعم هذه المواهب. أحد المعارض أنه تكون ضمن لكثير من المشاركين لا يعلمون فيها، فنرجو من الإعلام وكذلك المسؤولين تغطية هكذا مهرجانات وهكذا معارض. شاركنا بهذا المعرض يعني الأعمال اللي إحنا نقوم بها بالداخل المركز مالتنا كلها شغلات فخارية، وإحنا لأن جينا للمتحف جبنا الشغلات نقول القديمة على مود يعني تبين تراثنا وحضارتنا داخل المحافظة، اللي يقومون بالأعمال اللي موجودة الفخارية مشرفين محترفين ماهرين. بس مع الأسف يعني أنا أشوف يعني إحنا الفنان اللي موجود داخل محافظتنا يعني مهمل من قبل الرؤساء، مهمل من قبل يعني حتى الناس العامة، ما عندهم ما احتمال يعني ثقافة فنية ما أعرف يعني. فإحنا شاركنا إن شاء الله هذا المهرجان الثاني بنفس الشهر، شاركنا مهرجان يوم 13 بالإرشاد الزراعي، همنا بناء على دعوة من مركز الإرشاد الزراعي، وهمنا عرضنا اللوحات مالتنا الفنية اللي تتغنى بتراث محافظتنا العريقة. يعني أكو مال حكومي؟ نعم. مال حكومي للفن؟ والله العموم القطر هو يعني مو قصدي بس محافظتنا، يعني الفنان يعني مركون بسبب احتمال يعني ترويج البضاعة الصينية اللي تقلد الأعمال الفنية مالتنا.